يقول بعض من كان حاضر: صلى علي فينا صلاة الصبح وهو بالتعقيب، وإذا بعلي قد وقف، ثم التفت إلينا وقال: عظم الله أجركم في أخيكم فقد مات سلما. وأنا الآن ماشي، وين رايح أبو حسين؟ قال: رايح أغسله، سلمان حق علينا. قنبر، آتني بعمامة رسول الله. راح جاب عمامة النبي اسمها السحاب، لفها علي على رأسه. قنبر، آتني بقضيب رسول الله. راح جاب قضيب النبي. قنبر، آتني ببغلة رسول الله. يقول: جبت البغلة. فلف علي العمامة على رأسه وامتشق بقضيب النبي وصعد على بغلة رسول الله. قال قنبر: احسب لي 10 خطوات وعينك في الأرض. قلت له: شهم. يقول: صارت عيني على خطوات بغلة أمير المؤمنين وأحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شلت راسي وإذا ماكو علي، وإذا بعلي قد وصل بطي الأرض إلى المدائن. وصل إلى المدائن، وإذا ذيك الساعة اللي فارق بها الحياة كلها لحظات. الأصبغ يقول: أسمع الصوت خلف الباب، ما فتحت الباب وإذا برجل معتم بعمامة كأنها عمامة النبي، أناط اللثام عن وجهه، وإذا به علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أبو حسين، متى طلعت من المدينة؟ قال: الآن صليت الصبح وجئت إلى المدائن كرامة لسلمان. سلمان ذيك الساعة ميت عمي. شوف أحوال الصديقين شلون. يقول: فلما جاء أمير المؤمنين وكان سلمان مغطى، كشف الغطاء عنه، وإذا بسلمان قد فتح عينيه وتبسم في وجه علي كأنه حي يرزق، وهم بالقيام، وإذا به يقول: سلمان عد كما كنت لئلا يفتتن الناس بك.